قبل ما ادري يا حبايب اردكم تفجرون تعليقات من زمان ما بدي اشوف تعليقات، يعني بكل مقطع على دي ينزل من اليوم رايح صرت تفجروا 5000 تعليق تقريبا ولايكاتكم شو هوايه، وبس حكون شاكر لكم وتقدرون التعب لتابع وبس شوفوا المقطع. الخبر الاولي عدنا عن نور ستار وتهجم المتابعين عليها بسبب تنزيل هذه الصوره يا حبايب اللي ظهرت قدامكم، كانت لابسه بيها ملابس شويه قصيره، فكان عاد كلكم التات يا حبايب كان يسبوها انه ملابسك قصيره ولازم تطولي ملابسك والكلام. وهذه الصوره يا حبايب هي اكدت انه كلام قمر الطايب بالستوري مال امبارحه كان تقصد نور ستار، انه نور ستار قاعد تقلد قمر الطايب الصور من هذا الكلام. السبب انه نور ستار نزلت هذه الصوره كانت تقلد بها قمر الطايب، هذه الصوره نزلتها قبلها وبعدها حذفت الصوره، بس قمر الطايب طلعت وحكت عليها بالستوري انه هي قاعده تقلدوها. فينا يثبت يا حبايب انه هذه الصورة هي حذفتها مو بسبب التهجم اللي تعرضت له، فلو هي مهتمة للتهجم مشان نزلت هذه الصورة هم كان لابس بها ملابس قصيرة وهم تعرضت بها للتهجم. فكتبنا بالكومنتات يا حبايب هل استحق التهجم اللي تعرضت له او لا، وهل كان فعليا قمر طايش كان تقصدها او لا. ننتقل حاليا نور ستار ونارين بيوتي، وهل يا ترى هم حيتصالحون؟ بس الاشخاص ما يعرفون يا حبايب ان نور ستار نزلت هذه الصورة ويا شخص اسمه ديفيد واللي هو يوتيوبر امريكي، نزلت وياه شوية ستوريات وصورت وياه، واليوم يا حبايب نارين بيوتي هم تروح تلتقي ويا نفس الشخص وتصور وياه، فهل يا ترى ممكن هم يتصالحون او ممكن هو وسيط الخير بيناتهم؟ ما ادري صراحة من الكومنتات شنو توقعاتكم. ننتقل حاليا لقمر طايب ونورمار والتقاهم ويا بعض وتنزلهم شوية ستوريات ويا بعض، من الوضع قاعد يتناقشون على امور رجعة قمر للفريق، وطبعا ستوريات واضح الاغلب يقولوا انهم يحبون بعض، راح احطكم الستوريات شوفوها. أمر هاي، انت بتعرف اليوم ايش فيه؟ اليوم يوم مميز. لا اليوم في عداوه بيني وبينك، بتعرفي ليش؟ لان اليوم مباراه سوريا والعراق، فاذا خسرنا نحن كسوريين ما بحكي معك ولا بشوفك، واذا ربحتي انت كعراقي اذا خسرتي كعراقيه بتشوفيني مره ثانيه عادي، انا ما بشوفك لان نكون ربحانين عليك. لا ما تجيك عصبي. بالتوفيق. لحظه، بالتوفيق يا جماعه للعراق وسوريا، ما بعرف ثنتهم بلدنا وخلاص. ما عم بحكي انا، تعال شوف نحن في تقصير يا جماعه، في بنات كتير حلوين وربي انا اولهم. يا يا روحتي صيت البنات كله. احد اللي ما بقول لك صحه وهنا، هذا كله يا جماعه بتعبش فيني وخير حقي. على قلبك كله بتعبش فيني، بتعب فيه ليل نهار وشخر شيء يا جماعه. والله لو ادري كاني دفعت. عمار كلي هاي البطاطاي، هاي البيضه هاي، انا حاسه مميزه كثير. هي بيضه كلية سيطره. لا همشيك مسطره خليك لو تسمع شارع تصيد ورا. ايوه دم. ليش عم تبكي؟ ما في شيء بيستاهل. بس شيل شوي والله مو لا تبكي، ما في شيء بيستاهل. شوفوا يا جماعه شو انا بحبك. شلون احنا ويا الاطفال شلون؟ شوف شوف شوفوا هوني والله، شوف شلون فرحان. كيفك؟ شو عم تعملي هون؟ قاعدة معك. ما انت مفروض تكوني بالجو، بتعرفي ليش؟ لانك دبينة. ما راح اقول لك لا لا لا، الاضاءة ما حلوة ابدا. الاضاءة ما حلوة ابدا. عم بجرب الاضاءة، بصلي علي اجرب الاضاءة. عم تجرب الاضاءة. عملي جد شيلي ايدك، افتحي شيلي ايدك وافتحي تمك. بس افتحي تمك، ايه افتحي تمك. عم تشرب من خير وتعب جبيني وعرق جبيني وسهر الليل عم بسمع فيديوهاتي ومونتاجي وتعبي وفكاري. اسف يلا تحرر بس تعالي. لا ما حد فلتر. تبدأت شوي من خيري وتعب جميل وحقي يلا يا جماعة. شباب مباراة العراق وسوريا تعادلوا وحدات، مع الأسف ما ربحنا عليهم ولا ربحوا علينا، بس خلاص تمنا رفعه. لو كنا نسوي اليوم مشكلة ها، ما حدا بسلم باليسار يا ربوي. مشغول اليوم العراق وسوريا وحدات. شباب ما أحط لك هذا الشعب. والله اليوم جد بصراحة أنا خطفة، أي أنا خطفة من هلو، أنا عاشق أنا عيونه، أي كيف أنا خطفة من لما حسيته حاليا نارين بيوتي وشوية ستوريات للضحك اللي نزلتها. اول ستوري يا حبايب تقول اني اسوي معكرونة بنص الليل، وبالستوري بعدها تقول راح اتزوج على عمر ال 25 سنة، وبالستوري بعدها كانت تحذر متابعيها انه شنو السبب اللي يخليها تحط هذا الكيس بالسيارة مالتها، وبعدين وضحت انه السبب انه هي مريضة دائما تمرض يعني وتستفرغ في هذا تضطر تحطه.
والستوري الاخير قاعد تقول انه هذا هو عريس شيرين واللي هو طبعا شيف براك كنا نعرفه يعني مسترد ستوري يضحك مو اكثر. وبالختام يا حبايب عن ابو فله وصوله سبب للانستغرام لستة مليون متابع فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب نتباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. بوصل يا حبايب نوصلت المقطع، اتمنى عجبكم، لا تنسون تفجروا هذا المقطع باللايكات وبس. جاكم فيزياء مقطع من القصص، مع السلامه.